عايزه اقول لحضراتكم موضوع انه من الحاجات المهمه قوي اللي عايزين نسلط الضوء عليها الاولمبياد في باريس. لازم نقول انه المصريين رفعوا راسنا بره مصر كالعاده، وانهم مشرفينا كالعاده، وحبينا هنا من برنامجنا نكون داعمين ليهم، نشجعهم، نقدر المجهود اللي ولادنا وبناتنا واهاليهم قاموا بيه واللي بذلوا في وقتهم وطاقتهم علشان يوصلوا ولادهم للاولمبياد. الموضوع مش سهل حقيقي، مجهود جبار انهم يوصلوا ويوصلوا ولادهم للاولمبياد، لانه انجاز في حد ذاته. ولادنا هناك مش بس بيبقوا رايحين يحققوا، لا، هم سفراء لمصر، رافعين علم مصر. الناس اللي بيشاركوا دول ثلاث فئات، في اللي رايح يجيب ميدالية، واللي رايح ينافس، وفي اللي رايح علشان يمثل وطنه وعارف وانه قد المسؤولية دي. ووصوله بس للأولمبياد في حد ذاته اجتهاد كبير منه ونجاح. التلاتة علشان يوصلوا للي هم فيه دلوقتي تعبوا وشقيوا في تمارين كتير قوي، وفي كل الحالات احنا فخورين بيهم ايا مكان اللي هم عملوه، ولادنا وبناتنا ربنا يوفقهم. وفي يعني انه احلامهم ما وقفتش عند، انا عايزه اقول انه في ستات بتتعب قوي تقول لك ده انا بودي ابني او بنتي التمرين ثلاث مرات في الاسبوع، جميل، وده انجاز حلو جدا منك، ما بالك دول عشان يوصلوا للمنطقه اللي هم وصلوا لها دي كان وقت ومجهود قد ايه. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ علشان لما بنتنا تجيب المركز ال 64 في رياضة التجديف، المفروض نقول لها برافو ونقول لها شكرا ونقول لها اجتهدي، وفي حد ذاته انجاز انك وصلتي للاولمبياد. ما ينفعش ان احنا نتنمر عليها، لان ده عيب. انا عايزه اتكلم فعلا على الفكره دي، يعني معاهم عليهم. حتى في اي فريق من مصر لو ما غلبش بيبقى ان حد كتب كومنت مش لطيف ويتنمر، التاني وراه امعه ماشي بقى، ان احسن الناس يحسن وان اساء الناس يسيء. مش كده، لان الناس دي فعلا زي ما ايمان بتقول اهاليهم تعبوا فيهم جدا وبيصحوا من بدري جدا، ووصولهم للبطوله شرف، يعني انه يروحوا اولمبياد باريس ده شرف في حد ذاته ومكانه حلوه قوي. نبقى عندنا بقى روح رياضيه ونشجعهم، والمره الجايه يبقى احسن، ووصولكم ده في حد ذاته مجهود كبير لازم يتقدر. لكن فكره التنمر على الناس مش لذيذ ومش حلو، اعتبروهم ولادكم، اللي بيكتب كلمه مش لطيفه اعتبره ابنك وتعب وانت تعبت معاه وشقيت معاه. وكمان دي العاب يعني مش هدفه للربح، يعني مش رايحين عشان يجيبوا العاب فرديه، مش رايحين يجيبوا فلوس، يعني طاقه كبيره وتمرين وبتحتاج تركيز من الاهل. وبعدين انتوا بتتنمروا على واحده حققت مركز 64 من بين مئات الالاف على مستوى العالم، يعني انا ما اعرفش. طب يعني اللي يعرف يقلدها يتفضل. امبارح كمان ابننا زياد السيسي حقق مركز كبير في رياضة الشيش، الرابع في سلاح الشيش، وكان بينه وبين الميدالية مفيش خطوة يمكن واحدة، وبكى وعيط هو عشان كان عايز الأحسن وكان عايز الأفضل علشان يلاقي نجاح ويلاقي ثمرة مجهوده. فيعني الحقيقه كان عايز حتى يهدي حبيبي الميداليه لروح والده المتوفي، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. لازم نشجع اولادنا، ولازم يكون عندنا كلمه حلوه، فلتقل خيرا او لتصمت، ولازم نبقى عارفين ان في كلمات نور وكلمات قبور. اللي عمل مجهود وتعب مش زي اللي ما عملش اي حاجه خالص. التنمر عموما عيب، وان دل على شيء بيدل على في نقص في الانسانيه بصفه عامه. حقيقة. طبعا في مثال جميل قوي يا ايمان عايزين نتكلم عنه، للي حلمه ما بيتوقفش في اي سن. في سيدة من تشيلي لاعبة التنس شاركت في الأولمبياد السنة دي وهي عندها 58 سنة زي ما شايفين في الصورة، بس شكلها أصغر كمان من السن ده، وأثبتت إن العمر ده مجرد رقم في البطاقة قدام الطموح والأحلام اللي بيحلم بيها أي حد. السن مش مقياس إنك ما حققتش بقى بطولة أو ما حققتش اللي بتتمناه وأنت صغير، ممكن تحققه في أي وقت. النهارده منظمه الشباب قالت يعني الخمسينات دي مش سن، مش كبار السن أصلاً، يعني على فكره لا مش كبار السن، لا مش رقم مش كده ولا ايه؟ لا مش كلام من ده، احنا بنتكلم يا منى وبنقول فوق ال 20 وخلاص بقى، يعني انا فوق ال 20 فتمام. لا مش لازم بقى ندي ارقام، يعني كان عندنا بطلتنا السباحه اللي جات لنا هنا كانت اعتقد عدت 64 بالظبط، وحريصه ما شاء الله، اسم الله ربنا يا رب، جميلة يعني جدا جدا ومحافظه كل يوم التمرين الصبح واللياقه والاكل بحساب والتمارين يوميا مهما كان اللي وراها ايه، فده شيء عظيم الحقيقه وجميل. بالمناسبه دي لو تلعب رياضه يا منى، تحبي تلعبي رياضه ايه؟ أنا دلوقتي يعني بصي جربت التنس وما قدرتش اكمل فيه، ممكن جربت السكواش بس ما كملتش فيه،
بحب انا الايروبكس والمشي والحاجات اللي فيها لياقه. امبارح بسال الدكتور متخصص تغذيه يعني، بقول له انا عندي شويه كده في الوزن زياده يا دكتور، يمكن ده سن؟ قال لي اوعي تقولي كده، مفيش حاجه اسمها سن، ستات بيبقوا يوصلوا لحد حاجه و70 وبيبقوا محافظين على لياقتهم، فاللياقه ملهاش علاقه بالبطاقه خالص ولا السن خالص. احنا بنتمحك فيه، اصلي سني اصلا ما بحرقش، لا خالص. انت بتاكلي ايه وانت نتاج ما تاكل يعني في الاخر. صحيح. ده حقيقي. ونتاج ما تفكر كمان. اذا انا اعتقدت وكلمت نفسي بلغه فيها انه لا خلاص انت كبرتي، لا خلاص انت مش عارفه ايه، لا يو ار وات يو ثينك، انت نتيجه اللي بتفكري فيه، نتيجه اللغه اللي بتكلمي نفسك بيها، نتيجه انت شايفه نفسك ازاي. مش معقول تكون انت شايفه نفسك بشكل والناس هتشوفك بشكل تاني. بس ما اخلصش واحده بيتزا لارج واقول اصل انا نتاج يعني، لا سيبك من البطاقه، لا اخد بالاسباب، خدي بالاسباب ونمشي ونحافظ نعرف بناكل ايه. طبعا ومفيش حاجه اسمها سن يا جماعه، او ما بحرقش، كله بيحرق لو بيمشي. فنرجع تاني، الجو اتحسن على فكره بالليل بقى كويس جدا جدا. صحيح ان شاء الله.